السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نديروا تطبيق ديال واحد الموديل ديال الفراشه. انا شخصيا عجبني وكنتمنى حتى نتوما ينال الاعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا معايا، هذه هي الفراشه ديالنا، فصله بحال هكا، يعني هذا لكم هنا، الطرزه راه شاده من الجهه ديال الكتف وهابطه مع الدوره ديال الكول. الموديل هذا كيتخدم بحال هكا، يعني ما فيش الكول داير اولا. كتشوفوا معايا كيتمجي هابط. هذا الموديل هذا انا شخصيا عجبني. غادي نخلي لكم الرشمه ديالو والموديل بالضبط غادي نخليه لكم في اخر الفيديو. بالنسبه للاخوات اللي عجبتها الرشمه وبغات تهزها غادي تلقاها في اخر الفيديو. كيف العاده الى عجبكم الفيديو طريقه الشرح وطريقه العمل ما تنساوش ديروا جيم وكذلك ترك التعليق وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشعارات باش توصلوا بكل ما هو جديد. بقاو مع الفيديو وفرجه ممتعه. كتشوفوا انا هنايا رانا بديت كنخدم. غادي نبداو اول حاجه بهاد الوريقات هنا. كيف كتشوفوا معايا غادي نديروا وريقات عاديين. من بعد هاد الوريقه الاخرى اللي كتشط لنا كنديروها على شكل سبوله. دائما كنخدموا بالعراض، يعني كنتمو غاديين عريض عريض في الوسط وحنا غاديين وكنرقاقو حتى كنخرجوا بالخط رقيق في الاخر. نعاود ندور بحال هكا كنعاود كندير العكس. كنتمنى يكون واضح ليكم. يعني حنا كنكسيرو برجلينا وفي نفس الوقت ركبتي كتحكم في العراض، يعني كنزيكزاكي بها. ندور بحال هكا في الجهة الآخر. كنتمنى البنات نكون كنشرح لكم مزيان ويكون الشرح ديالي واضح بالنسبة لكم، واللي ما فهمش شي حاجه تخليها لي في اسفل الفيديو في الكومنتار وان شاء الله كنتمنى نوضح لكم كل شيء.
تشوفوا معايا من بعد ما كملت هاد الوريقات، غادي تبقى لي هاد الورقه هادي، غادي نديرها سبوله. كنخدموا بنفس الاتجاه ديال السبوله، كنخدموا بنفس الاتجاه بحال السبوله بحال الورقه، يعني غير الوريقه كنعمروا لي سباس، كنحاولوا ما كنخليوش الفراغات فيها، وبالنسبه للسبوله راه كنخليو فيها. كندير هاد الحزمه اللي كتكون عندنا في الورقه اللي هي الحله والصدى، انا سبق لي درجتها في القناه طريقه الخدمه ديالها. صافي هنا غادي نهبط غير بالدقه، بالنسبه لهاد الوريضه هنايا انا ديجا خدمتها معكم في القناه، غادي نعاود نوريكم الطريقه ديالها كيفاش كنخدموها. بحال هكا يعني كنخدم وفي نفس الوقت انا كندور في المرمى. واحد النصيحه بالنسبه للتراساج الثوب البيض، كيف كتشوفوا معايا عندي هنايا الثوب البيض، انا كنتراسي غير بالقلم، يعني غير السيلو عادي، ولكن ما كنحاول ما نديرش هاد الوريقات هادو ما نديرهمش كبار، يعني بحال قلتي غير كندير القياس ديال الورقه فين غادا تجيني فقط، كنديرها صغيره وانا كنخدم فوق منها القياس ديال الورقه اللي انا باغه. الا جيت نديرها كبيره كيبقى التراساج باين ليا في الثوب. هنا نفس الشيء بالنسبه للورده حتى هي كنديروا الوريضه غير صغيره، وحنا كنخدموا على القياس اللي بغينا. كيكون هذا هو الشكل ديال الورده. هنا نتوما لكم الاختيار، يا كتعمروها بالعقيق يا بالبريد يا بالدقه بالماكينه على حساب الرغبه، انا فقط غادي نعمر غير بالماكينه. كنسالي الدقه كندور كنخطف ركبتي على العراض، وكنبقى كندور غير بلا ريتمو خفيفه باش ما كيتحلش ليا الطرز من بعد. بحال هكا غادي نعاود معكم ورده اخرى باش تشوفوا الطريقه ديالها واضحه. تبعوا معايا مزيان خطوه بخطوه، انا غادي نحاول نخدم لكم غير شويه باش تفهموها مزيان. يعني كنكسيري برجلي في نفس الوقت ركبتي على العراض، وفي نفس الوقت يدي كتدور المرمى.
غادي نبقى نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل هاد الطرزه هادي ونرجع لكم في الشكل النهائي باش تشوفوا الشكل ديال الموديل كيف طلع لينا. كيف كتشوفوا معايا البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطرزه ديالنا من بعد ما كملناها في الخدمه، كنجينا على هذا الشكل. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم كيف العاده. الى عجبكم الفيديو طريقه الشرح وطريقه العمل ما تنساوش ديروا جيم او لايك للفيديو وكذلك تبارطاجيو مع الاحباب والاصحاب ديالكم. كنقول لكم سلامه، موعدنا يتجدد فيديو جديد ودرس جديد ان شاء الله. السلام عليكم.